النهاردة هنتكلم على النور. أي كاميرا زي عيون الإنسان بالظبط، علشان نوري اللي قدامنا محتاجين النور يجي عليهم. مفيش نور مش هنشوف أي حاجة. قولوا مثلا في نور صناعي، في نور شمس، في أي نور محتاج إن هو يجي على الشخص علشان الشخص يبان، وعشان الصورة تطلع كويسة النور لازم يبقى باين. الصورة دي نورها قوي والصورة دي نورها خفيف،